مساء الخير كم هو رائع أن أعود إلى الجزائر العاصمة في أول زيارة لي بصفة نائب وزير الخارجية سعيدة جدا لوجودي مع السيد وزير الخارجية والسيدة السفيرة أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس تبون على كرم ضيافته وترحيبه الحار كان لنا للتو اجتماع مثمر للغايه اطلعنا الرئيس تبون على خططه لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في قطاعات استراتيجيه بما في ذلك الزراعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقه النظيفه. هذه مجالات يمكن للشركات الامريكيه ان تعمل فيها بشكل وثيق مع الجزائر. على سبيل المثال في الاسبوع الماضي فقط قام وفد من الشركات الامريكيه الصغيره في مجال طاقه الرياح ومعالجه مياه الصرف الصحي وخدمات النفط بزياره الجزائر. تريد كل من الولايات المتحده والجزائر زياده التعاون التجاري والاقتصادي مع بعضهما البعض. يسعدنا ويشرفنا ان الرئيس تبون ينوي زياره جناح الولايات المتحده خلال معرض الجزائر الدولي في جوان. حيث ستكون الولايات المتحده ضيف الشرف. كما تناول اجتماعنا بعض القضايا الاقليميه المهمه واتطلع الى مناقشتها بعمق اكبر في وقت لاحق اليوم مع وزيري الخارجيه لعمامرة تتفق الولايات المتحده والجزائر على ان الاستقرار الاقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر لمنطقه الساحل باسرها. كلا بلدين يشعران بالقلق ازاء وجود القوات الاجنبيه المزعزع للاستقرار ويعملان معا لمواجهه الجماعات المتطرفه العنيفه كما أكد من جديد التزام اداره بايدن هاريس ازاء حقوق الانسان بما في ذلك حريه الاعلام والحريه الدينيه ان علاقه الولايات المتحده بالجزائر واسعه وعميقه ونتطلع الى مواصله تعميق تعاوننا في خلق مناصب عمل والتنميه الاقتصاديه والطاقه النظيفه والامن ومجالات اخرى مره اخرى اشكر الرئيس تبون على كرم ضيافته اليوم